أهلا بكم بعد الفاصل، ونتابع فقراتنا مع مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع ما اخترناه لكم من موقع يوتيوب. ننتقل الآن إلى سيدة نت وأبرز ما نشره من مواضيع نتابع. في فيسبوك سيدة نت لليوم، هل ترغبين بتحضير الشوكولاتة لأطفالك؟ إليك طريقة تحضير 3 أنواع مختلفة من أصابع الشوكولاتة الشهية، تعرفي إليها في قسم مطبخك في صفحة حلويات اليوم في موقع سيدة نت. وفي موضوع آخر على تويتر، طرحت سيدتي نت اليوم موضوع معلمات سعوديات يسرن في طرق وعرة للوصول إلى مدرستهن. فالكثير من المعلمات السعوديات التي يمارسن مهنتهن في المناطق البعيدة أو الهجر يتعرضن للكثير من المواقف الصعبة والحوادث الخطيرة، كان آخرها ما حدث مع معلمات بمدرسة للبنات بجازان، حيث اضطررن لقطع بقية الطريق إلى مدرستهن سيرا على الأقدام، وذلك بعدما علقت السيارة التي تقلهن بأحد المرتفعات بقطاع قيس الجبلي شرق محافظة العاربة. الجدير بالذكر أن مشكلة تعيين المعلمات في مناطق بعيدة ونائية وتنقلهن ذهابا وعودة باتت مشكلة تؤرق بال الكثير من الأهالي وتسبب لهم الأرق والقلق النفسي والذهني، خصوصا مع تزايد أخبار حوادث الطرق التي تحدث بصفة مستمرة لهن. طبعا المعلمات يستحقون كل الشكر والثناء، طبعا هم حاملين هالرسالة السامية، لكن كمان هم يستحقون ان احنا نوفر لهم طرق معبدة. فاصل ومتابعين باقي فقرات سيدتي. في سيدتي بعد الفاصل، هل فعلا تويتر بوابة عبور للتحرش الجنسي بالقاصرات؟